قصف بالطيران المروحي، قصف بالطيران الحربي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي. الطيران الحربي يقصف مدينة مورك بريف حماة الشمالي بالصواريخ الفراغية، والدخان تصاعد. 13/2014 الطيران الحربي يقصف مدينة مورك بالصواريخ الفراغية، والدخان تصاعد. 13/2014 ولا يزال الطيران الحربي يحلق في أجواء ريف حماة الشمالي. ولا يزال الطيران الحربي يحلق في أجواء ريف حماة الشمالي.